استطاعت مصر بعد ثورة 30 من يونيو إحداث طفرة ثقافية غير مسبوقة، وذلك بعد أن أغلقت صفحة الجماعات الإرهابية ومقاومة محاولاتها لتغيير هوية الدولة الثقافية. عملت الدولة بعد ثورة 30 من يونيو على تطوير المؤسسات الثقافية وعلى تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، بالإضافة لتنمية الموهوبين ودعم المبدعين. بعد أن طوت ثورة 30 من يونيو صفحة الجماعة الإرهابية ومحاولاتها لتغيير هوية مصر الثقافية لحساب توجهات رجعية، استطاعت مصر إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال الثقافة. وارتدت مصر ثوبها الجديد، حيث عملت الدولة على تطوير المؤسسات الثقافية، وتم افتتاح 56 موقعاً ثقافياً جديداً خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، بالإضافة لرفع الكفاءة وإعادة التطوير. كما عملت الدولة على تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع من خلال تنفيذ 113 ألف مشروع ثقافي، أبرزها مشروع أهل مصر، والذي يهدف إلى نشر الوعي الثقافي ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة ونبذ التطرف والعنف. وفي مجال تنمية الموهوبين ودعم المبدعين، تم تنظيم 133 ألف نشاط ثقافي، على رأسها استحداث جائزة الدولة السنوية للمبدع الصغير لمن يقدم منتجاً ثقافياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاماً، وذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية السيد انتصار السيسي. وبهدف تحقيق العدالة الثقافية، تم إطلاق 29 ألف نشاط ثقافي في مختلف المحافظات من خلال مشروع المسارح المتنقلة لوصول الخدمة الثقافية إلى مختلف القرى والنجوع، وهي عبارة عن وزارة ثقافة متنقلة تضم معارض كتاب، بالإضافة لاكتشاف المواهب والعروض الفنية والثقافية وتدريب حرف تراثية وغيرها. وعلى الصعيد الخارجي، أعدت وزارة الثقافة الجناح المصري للمشاركة في معرض بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 17 لعام 2021 من خلال الأكاديمية المصرية للفنون. تم تنفيذ أول دروس اتكلم عربي تحت رعاية رئيس الجمهورية لتعزيز الهوية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج. هذا إلى جانب الإعلان عن إطلاق سلسلة تحت عنوان متاحف وقصور في مصر لكافة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة للترويج وتسليط الضوء على المظاهر الثقافية والحضارية المميزة بمصر. هكذا تجلى دور الدولة في دعم الثقافة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقوى الناعمة من خلال الاهتمام بالثقافة والفكر والإبداع وبناء الإنسان.